السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز تمرين 140 صفحة 55 من الكتاب الدراسي المفيد في الرياضيات. إذا التمرين قلنا فيه ليكون أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ محصور بين 3 و 5 و ب محصور بين ناقص 2 و ناقص 1 كما كتلاحظوا الصبر. قال في السؤال رقم 1 بين أن أ ب محصور بين ناقص 10 و ناقص 3. إذا هذا كيدخل في التأطير، هذا التمرين هذا كيدخل في التأطير، لأن عطينا أ مؤطرة ما بين 3 و 5 و ب مؤطرة ما بين ناقص 2 و ناقص 1. كما كتلاحظوا بأن ب مؤطرة عندي أنا هنا الجدار باش نلقى أ ب، وعندي ب مؤطرة ما بين عددين سالبين، وأنا ما عنديش الحق نضرب عدد سالب في عدد موجب، ما عنديش الطريقة كنقول الصغير في الصغير وهنا عارف ندير الكبير في الكبير، كيفاش ندير أ في ب ونقول الصغير في الصغير والكبير في الكبير، إلا ما عندكش الحق دير هذه الطريقه، فاش يكون عدد محصور فاش دير التأطير ويكون عندك احد الاعداد المؤطره ما بين عددين سالبين خصو يرجعوا موجبين وعاد اطر. اذا غنبداو بكل الاول، لدينا عند الجدار لدينا ب محصور ما بين ناقص 2 وناقص 1، يعني كنرد هذا ب كنضرب كل شيء في ناقص 1، كل شيء غنضربو في ناقص 1، يعني غنضرب كل شيء سالب. اذا ندخل الناقص هنا هذا يرجع لهنا وهذا يمشي لي، لانه يعني فاش كنضرب في عدد سالب قلنا في العملية الترتيب بنا فاش شرحت داك سميتو، فاش كنضرب في عدد سالب كنغير الأماكن ديال الأعداد اللي كان على اليمين نرجع لليسر ها هو ونضربوه في ناقص واحد. ما معنى ضربناها في ناقص واحد؟ يعني زدنا له ناقص، وبي ضربناها في ناقص واحد تولي هي ناقص بي، وناقص جوج نضربوها في ناقص واحد تولي هي ناقص ناقص اثنان. أي علاش درنا حنا الطريقة كاملة باش جينا ناقص بي محصورة ما بين ناقص ناقص واحد هي واحد وناقص ناقص جوج هي جوج، باش يولي هذاك بي اللي بغيت نضرب به يولي محصور ما بين عددين موجبين. دابا عندي ولدينا أ محصور ما بين 3 و 5 ومنه الجدع ديال أ عامل بي محصور ما بين ماذا؟ 3 في 1 عفوا أ في ناقص بي، هنا أ في ناقص أ في ناقص بي، راني غلط، إذا أ في ناقص بي محصور ما بين 3 في 1 و 5 في 2، 5 في 2، بمعنى أ في ناقص بي هي ناقص أ بي، لأن موجب في سالب يعطي ناقص أ بي قد، ناقص أ بي، كتبت أنا غير أ بوحدة، محصور بين أ ماذا؟ ما بين ندير هنا قطعان، هنا ما عاطيني قطعان، هنا قطعان، ما عاطيني نتيجة قطعان. إذا 3 في 1 3، 5 في 2 10، ثم بعد ذلك أنا عاطيني أ بي ماشي ناقص أ بي، إذا عاوتاني نعاود نضرب كل شيء في ناقص واحد، ومنه نضرب ناقص أ بي في ناقص واحد، ونغير الاماكن ديال الاعداد العشره تولي اليسر تولي ناقص 10، 10 يعني نضربها في ناقص واحد، و3 اللي كانت على اليسر تولي اليمين تولي نضربها في ناقص واحد هي ناقص 3، اي ناقص ناقص ا بي هي ا بي ديالي محصور ما بين ناقص 10 و ناقص 3 كما طالبين مني. اذا نسمي عافاكم نسميو هذه رقم واحد لان غنحتاجها في السؤال اللي يجي من بعد، غادي نسميوها واحد باش ما نعاودوهاش. السؤال رقم 2 شنو قال لنا في رقم 2؟ لنبين ان ا اس 2 ناقص ا بي ناقص 2 محصور بين ناقص 10 و 3 و 3 ناقص 10 و 3 و 3. إذا لدينا أول حاجة نقلب على أ وزدناه، لدينا أ محصور ما بين 3 و 5، بمعنى أن أ وزدناه محصور ما بين 3 و 2، كندخل أ وزدناه على جميع أطراف المتفاوتة، كندخل أ وزدناه على جميع أطراف المتفاوتة، قالوا لي أ وزدناه ندخلها، لأن هذا الأول على الأول هو أ وزدناه، أنا عندي في المعطيات عندي غير أ بوحدها، ما عنديش أ وزدناه، إذا نقلب عليها أي حاجة ما عنديش في المعطيات كنقلب عليها. أي أ أس 2 محصور ما بين 9 و
خمسة غنجيب لها هذه اثنين بالنسبة لواحد. إذا دابا عندنا الواحد والاثنين أه إلا جمعناهم وزدنا لهم ناقص اثنان اللي عندي هنا أه غنجمع الواحد اللي فيها ناقص أبي هذه النتيجة واحد الطرف على ناقص أبي وغادي نزيد لها أوس اثنان اللي لقيت في رقم الاثنين ونضيف لهم ناقص اثنان نزيد لهم ناقص اثنان متفقين؟ يعني غنقص ناقص اثنان منهم إذا نديرو مين؟ واحد واثنان نجد أن غادي ناخذ أوس اثنان زائد ناقص أبي ونزيد لها ناقص اثنان اللي عندنا في العمل اللي خصني نوصلها غتولي محصورة ما بين عندي أوس اثنان عندك العدد الصغير هو 90 والعدد الكبير هو 25 هنا ماشي 5 لأن 5 أوس اثنان هي 25 أنا غلطت 25 قلت إذا العدد الكبير هو 25 ثم غنضيف لها ناقص أبي العدد الصغير ديال ناقص أبي هو 3 عاوتاني في الجهة الأخرى غادي نضيف لها ها نضيف لها عاوتاني العدد الكبير اللي هو 10 ديال أبي لاحظتوا كي مشيت ثم غنضيف لها ناقص 2 لأن ناقص 2 ضافت لي في العملية لأن هما عاطيني بين أن أ أوس 2 ناقص أبي ناقص 2 محصور ما بين ناقص 10 و 3 و 30 إذا استغليت داكشي اللي خدمت برقم واحد وسميت انا بالنتيجه واحد صغيره وهاد النتيجه اللي لقيت ا او سي 2 سميتها ب 2 صغيره وغادي نجمع فاش غادي نجمع شنو غنلقى غادي نلقى بان ا او سي 2 عندنا لاحظوا معايا زائد ناقص تعطي ناقص مزروب دير رمز وزائد ناقص تعطي ناقص نكون بذلك حصلت على العملية اللي طالبين مني نبين أنها محصورة ما بين ناقص 10 و 33 هنا عندنا 9 زائد 3 تساوي 12 12 زائد ناقص 2 هي 10 ثم 25 زائد 10 تساوي 35 35 زائد ناقص 2 هي 33 هنا بالنسبة لي 10 أكبر ناقص 10 اللي عاطيني 10 إذا كان هما ما غالطينش في هذه الإشارة اللي عاطيني في التمرين، إذا ما غالطينش في التمرين، أتقول لدينا 10 أكبر من ناقص 10، إذا راه هذه إذا كانت هذه أكبر من 10، راه أكبر حتى من ناقص 10 اللي صغر منها، اتفقنا؟ يعني واخا إذا كانوا هما ما غالطينش في الإشارة، قلت اللي في التمرين ما غالطينش هما في الإشارة، غادي تقول لدينا 10 أكبر من ناقص 10. إذا هاد العملية كاملة اللي هي أ أو سي 2 ناقص أ بي زائد ناقص جوج اللي كبر من 10 راه بالأحرى راه كبر من ناقص 10 لأن 10 أصلا راه كبر منها تسمى بعلاقة التعدي وكنكون إن شاء الله تعالى قد أنجزنا التمرين 49 صفحة 55 من كتاب الدراسي المفيد في الرياضيات زورنا على الموقع hopcom.blogspot.com وعبر الواتساب على الرقم 0726633412 وفعلوا الجرس وحاولوا لا يجيكم بخير تنشروا التمارين اللي كنحطو في هاد فو بروف يعني حاولوا تنشروهم باش تعمل فائده لجميع تلاميذ المغرب يحاول لان ما بغيناش بغينا الاستفاده تعم حتى للخارج يعني حتى كان يعني الناس اللي كيقراو بحالنا في اوروبا ولا في امريكا ولا هذا حاولوا تبارطاجيو معاهم هاد التمارين باش تعمل فائده للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.